مبروك يا حر شبوحه طويلات يا الشهم يا خيرة كروم الرجال هدون ما له عندك اليوم مجهة والمبد له لك للصدارة مجالي مبروك يا حر شبوحه طويلات يا الشهم يا خيرة كروم الرجال هدون ما له عندك اليوم مجهة وللمرد له لك للصدارة عبد الله يصعد كرام السماوات ويحفظك من جور الدهر والليالي عبد الله اللي نهنيك بدات سنت العريس الشهم وافي الخصال امك اميره بين كل الاميرات والخدره في قمه المدعال ربت رجال ما تعرف الهزيله بين النساء ولا هي أم نواف بين كل الأميرات متصدرة في قمة المجد عالي هي أم نواف الأصول رفيعات مثل كأن ناطحين الثقال وأبوك دفح الزمان الجزيلة سلام رب أهل قدام ما يبالي يسوق ماله بالكرم والعطية ولا يهمه فالعطايا حلال من لابد بالجود في ماضي انفان يوم الحرايب صار قيامة جبال هلا ابو نواف ما تضيها الابيات راعي الكرم قبل عصر الهلال واخوانك اللي كلهم الاصعيبات تجعل مجد كل واحد عجال يشرف المقام بكل المهمات مكانهم معروف بين الرجال واعتزوا بضرب الخوات الاصيلات اللي شيمهم حشمه وطيب البال لا من تعزوا بالخوات الجميلات عدوانهم يوم عليهم نكالي وكل خوات ترقى فوق المجرات محزن لشيخة القبيلة مبروك يا حر شبوحه طويلات يا الشهم يا خير كروم الرجال هدون ما له عندك اليوم مشها وللمساله لك للصداره عبد الله يصعد كرام السماوات ويحفظك من جور الدهر والليالي عبد الله هنيك بدات بنت العريس الشهم وافي الخصال أمك أميرة بين كل الأميرات متصدرة في قمة المجد عالي ربت رجال ما تعرف الهزيلة بين النساء ما للحبيبة مثال هي أم نواف بين كل الأميرات متصدرة في قمة المجد عالي وفوق دفح الزمان الجزيلة سلام ربع لا قدام يبالي يسوق ماله بالكرم والعطية ولا يهمه فالعطايا حلال من لابد بالجود في ماضي انفان يوم الحرايب صار قيامة جبال هذا أبو نواف ما توفيها الأبيات راعي الكرم من قبل عصر الهلال وإخوانك اللي كلهم الأصعيبات تجعل مجد كل واحد عجالي يشرف المقف بكل المهمات مكانهم معروف بين الرجال واعتزوا بضرب الخوات الأصيلات اللي شيمهم حشمه وطيب الظال لا من تعز وفرخوات الجميلات عدوانهم يوم عليهم نكالي وكل خوات ترقى فوق المجرات محد لشيخة القبيلة تطالي جوال 0505578737
أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال